ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في أجيال. وفي الجزء الأول من الحلقة قلنا نتائج الدراسات اللي اتعملت في أكتر من بلد واتجمعت كده، وإحنا يعني جبناها وجبتها وجمعتها لحضراتكم عشان أعرضها. وقلنا 74% من الأمهات والآباء، أنا بفكر تاني، 74% من الأمهات والآباء بيكونوا حاسين بفرحة لما بيشوفوا أطفالهم الصغارين بيتحكموا في جهاز إلكتروني، بعض الكبار مش قادرين على فهمه أو التعامل معاه. 68%، ودي نسبة خطيرة جدا، من الأمهات بيسيبوا طفلهم أو طفلتهم يلعبوا على الموبايل أو التابلت علشان يعملوا هم حاجة تانية بعيد عن طلبات الطفل أو ما يتصوروا أنه هو إزعاج ليهم. 31% من الأمهات والآباء، وأنا شايف بقى أن دي أخطر نسبة، بيكونوا مش عارفين أطفالهم بيتصفحوا إيه أصلا على الإنترنت. بعضهم بيكون عنده فكرة عمومية لكن مش عارفين إيه بالظبط المحتوى اللي أطفالهم منشغلين بيه أو بمشاهدته. قلنا إن الأطفال 37.4% بيقضوا أقل من ساعتين على الأجهزة الإلكترونية، 38.2% بيقضوا ما بين ساعتين لأربع ساعات، و 16.4% بيقضوا فترات من 4 إلى 6 ساعات يوميا، و 8% بيقضوا أكتر من 6 ساعات يوميا. وقلنا خلوا بالكوا إن الفترات اللي إحنا قلناها دي هي مستقطع، هي بعيدا عن وقت المذاكرة الأونلاين أو الدراسة الأونلاين أو الامتحانات الأونلاين، ومستقطعة من فترات اليقظة اللي هي كل فترات اليقظة من 24 ساعة بتكون حوالي 16 ساعة، تمام كده؟ وقلنا قبل الفاصل على طول إن إحنا هنتكلم بقى على الآثار السلبية للإفراط في استخدام الأجهزة التكنولوجية على الأطفال والمراهقين والكبار. يعني كل اللي أنا بقوله ده هيمشي على الكبار برضو، بس خلونا ناخد الأطفال زي ما قلنا لإحساسنا العميق بالمسؤولية ناحيتهم لأنهم لا يدركوا هذه الأخطار. قلنا هنتكلم عن ثلاث حاجات: أثار سلبية على الصحة، أثار سلبية على السلوك، وأثار سلبية على المجتمع أو الأثار المجتمعية. الأثار السلبية على صحة الأطفال بنبدأ بالمخ، تمام؟ بنبدأ من أقوى حاجة. بتؤدي الإفراط أو بيؤدي الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، تمام، إلى ضعف الذاكرة عند الأطفال. خدوا بقى الكلام من الآخر كده خلاص، ضعف الذاكرة. يعني كتير قوي من اللي بيشتكوا إن ولادهم مش شطار في المدرسة، بينسوا بسرعة في الدراسة، الحاجات دي كلها الإفراط في استخدام التكنولوجيا يؤدي إلى ضعف الذاكرة، يؤدي كمان لإيه؟ لضعف التركيز. يعني خلي بالكوا في حاجتين: ضعف التركيز دي ان هو ما يبقاش مركز وانت بتشرحي له حاجه او انتوا بتكلموه في حاجه او بتكلميها في حاجه. ضعف الذاكره بقى انك تقولي له حاجه ينساها خلاص كده. بيؤدي كمان لايه بقى؟ لتاخر النطق في حال استخدامه في السنوات الاولى. هتقولوا لي الله، هو في ممكن يستخدم في السنوات الاولى؟ هقول لكم طبعا، وانتوا عارفين ان هو بيحصل. بتلاقوا طفل عنده سنه ونص ولا سنتين، الام او الاب مدياله التليفون كده وعمال هو يلعب بصباعه كده وحاجات زي كده، في الحاله اللي زي دي يؤدي الى تاخر النطق، تمام. كمان بيؤدي لايه؟ بيؤدي الى زياده فرص نسبه اصابه الاطفال بالنوبات الصرعيه اللي هي التشنجات العصبيه، تمام كده، إذا كان عندهم، ودي هنقولها أكتر في الأعصاب. بيؤدي كمان لإيه؟ إذا كان عندهم استعداد، يعني هنقولها أكتر في الأعصاب. إحنا دلوقتي بنتكلم على المخ، يبقى قلنا بيؤدي إيه على المخ الأثار السلبية: ضعف الذاكرة، ضعف التركيز، تأخر النطق لو كان بدأ استخدامه عند الأطفال في السنوات الأولى اللي هو قبل سن 3 سنوات خلاص، وبيؤدي لصداع، وبيؤدي لضعف قدرة الطفل على التخيل. هتقولوا لي الله، دي حاجة بقى مش منطقية. هقول لكم لا، ده هو ده المنطقي. الأطفال زمان قبل استخدامات التكنولوجيا، لما كنا نديهم مثلا كراسات رسم ونقول لهم يرسموا، نقول لهم حاجة كده يرسموها أو ما نقول لهمش حاجة وهم يقعدوا يرسموا حاجات، وكنا على فكرة دي ما زالت على فكرة أحد وسائل حاجة احنا بسميها الانتربريتيشن أو في تقييمات الطب النفسي للأطفال. لما نقول مثلا لطفل نحكي له حدوتة أو نقول له مثلا أنت إيه اللي حصل امبارح، فنقول له طب ما ترسمه لنا، فيرسم حاجات. فمن خلال الرسومات دي احنا بنعمل حاجة اسمها interpretation في الطب، يعني ترجمة الرسومات دي ونقعد نفهم ما وراء اللي الطفل رسمه، تمام؟ لوحظ ان الاطفال اللي بيستخدموا التكنولوجيا بشكل مفرط قدرتهم على التخيل بتضعف، لان هم بيبقوا اسرى او بيبقوا attached او متصلين اكتر باللي بيشوفوه، ما بيسمح لهمش المحتوى او الجهاز اللي قدامهم ان هم يتخيلوا حاجة. فهمتوا قصدي؟ يعني هو يلعب جوه اللعبة بتاعت التليفون أو يشوف حاجة جوه المحتوى بتاع التليفون، هو ما بيصنعش شيء زي ما أنتوا ممكن تتخيلوا خلاص، يبقى ضعف القدرة على التخيل. نيجي على الأثار السلبية على الأعصاب بقى. المخ حاجة والأعصاب حاجة. الوميض المتقطع، الوميض اللي هو الضوء
الضوء المتقطع ده اللي بيصدر عن الشاشات بيؤدي زي ما قلنا لتحفيز حدوث نوبات الصرع عند الأطفال اللي عندهم استعداد. هقول لكم بقى القصة في الحكاية دي. أو كتير قوي من الأطفال اللي بيكون عندهم استعداد سواء جيني أو غيره وراثي، يعني مش وراثي يعني ان هم وارثينه، استعداد جيني يعني الطفل ده عنده حاجة في الجينات بتقول انه ممكن يجيله نوبات صرعية. خلاص كده؟ طيب وفي أطفال تانية اللي هو بيجي لها نوبات صرعية، نبتدي احنا بقى نحلل هو الحاجات دي بتحصل ليه. كتير قوي يا جماعة، ودي نقطة مطمئنة، كتير قوي من الأطفال اللي عندهم استعداد للإصابة أو لاكتساب الصفة المرضية الخاصة بالنوبات الصرعية بيظلوا عندهم استعداد بس ما بتحصل لهمش فعلا. طب امتى بقى تحصل؟ بتحصل بالمحفز. المحفز ده بقى بيختلف من وقت للتاني. يعني كان زمان مثلا المحفز ده ممكن لو الطفل ده اتضرب كتير وهو صغير، فالضرب بيؤدي للبكاء او اترعب كتير خوفناه مثلا، حتى فاهمين قصدي؟ هو مش الضرب اللي ادى لكده، بس هو كان عنده استعداد، ممكن يفضل عنده استعداد طول عمره من غير ما هو يعرف ولا احنا نعرف ولا الدكاتره يعرفوا، لانه طول الوقت ما حصلش الاستيمولانت او درجه التنبيه او نوع التنبيه اللي مسؤول عن ظهور النوبات الصرعيه. تمام؟ لكن ممكن يظهر بقى امتى؟ ممكن يظهر نتيجه حاله مرضيه، الطفل ده عيب مرض معين، ممكن يظهر زي ما قلنا نتيجه حاجه عنف مثلا من الاب والام، او ان الطفل ده تعاملوا معاه بعنف مثلا في مدرسة أو في شارع أو كده، وعنف متكرر طبعا. الكارثة بقى إن المحفزات دي زادت إيه بقى؟ زادت الأجهزة الإلكترونية، وتحديدا الوميض أو زي ما قلنا الضوء اللي بيصدر عن الشاشات، اختلاف درجة الإضاءة، لأن المحتوى اللي بيتعرض مش بيتعرض حاجة واحدة، فالنور يعني أنتوا لو طفيتوا كده النور وشفتوا الموبايل كده وهو شغال وبنعرض فيه مثلا أو بيتعرض فيه مثلا كرتون أو لعبة، الحاجات بقى اللي بيشوفوها أولادكم المفروض يعني، شوفوا درجة الإضاءة بتختلف قد إيه. هذا الاختلاف في درجات الإضاءة بيحفز ظهور نوبات الصرع أو نوبات التشنجات العصبية عند الأطفال اللي عندهم استعداد طبيعي أصلا للإصابة. إيه تاني على الأعصاب؟ المدى البعيد لفرط استخدام الأجهزة الإلكترونية بيؤدي لزيادة احتمالات الإصابة بمرض اسمه الباركنسونيزم أو الشلل الرعاش، اللي كتير قوي تلاقيكوا عارفينه، اللي هو اللي كان أشهر حد أصيب بيه والعالم كله انتبه من ساعة الإصابة، ده كان محمد علي كلاي، وللأسف موجود المرض ده كتير قوي دلوقتي، وهو بالتحديد رعشة بتصيب الأصابع والإيدين إلى درجة بتمنع التحكم في الرجلين والإيدين بشكل إيه يعني بشكل سوي. طيب إيه الأضرار السلبية التانية على الصحة؟ نيجي بقى خدنا المخ، خدنا الأعصاب، ندخل على العين، العيون. العيون بيحصل فيها ايه؟ جراء او بسبب الافراط في استخدام التكنولوجيا بالنسبه للاطفال او المراهقين. وارجع واقول مره تانية، كل اللي انا بقوله ده يمشي على الكبار عشان نبقى فاهمين، يعني بيؤدي الى جفاف العين. جفاف العين تمام كده نتيجه التركيز الشديد في شيء له درجه اضاءه بتختلف، مش مثلا مش درجه الاضاءه العاديه، مش اضاءه الغرفه، لا ده في اضاءه كده زايده. كمان بيحصل يعني جفاف العين، بيحصل اجهاد في عضلات العين، بيحصل ايه كمان بقى؟ بيحصل ضعف في النظر. وضعف النظر ده بقى من اشهر الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي، بتلاقوا اطفال صغيرين كده فجأة لما بيدخلوا بقى ويبتدوا الدراسة يبتدوا يقولوا ان هم مش شايفين كويس، مش شايفين السبورة كويس او البورد كويس في المدارس، او لما بيجوا يقربوا من حاجة لما يجوا يروها او يرسموها تلاقيهم يقربوا وشهم قوي. الاجهزة الالكترونية الافراط في استخدامها يؤدي الى ضعف النظر، بتؤدي الى كمان في العين، بتؤدي الى تشوش الرؤية. تمام؟ تشوش الرؤية، يبقى الـ زي ما يكون الرؤية كده بالبلدي منغبشة، ما بتبقاش رايقة. طيب بتؤدي لإيه برضو الإفراط في استخدام التكنولوجيا؟ آخر حاجة هنقولها قبل الفاصل ده، بتؤدي لأثار سلبية على الأذن، على الودان، أذن الطفل. وضع السماعات في الأذن بشكل متكرر، خلي بالكوا كتير قوي من الأطفال بيستخدموا السماعات. تمام؟ السماعات دي لما بتتحط في الودان بشكل متكرر ده بيزود فرص الإصابة بالتهابات الأذن، ده مبدئيا كده. كمان بيؤدي لزيادة الإفرازات الشمعية. الإفرازات الشمعية دي عشان تبقوا عارفين هي آلية طبيعية ربنا سبحانه وتعالى خالقها أو بيحفز الأذن إنها تعملها لمقاومة أي حاجة ممكن تبقى داخلة جوه الأذن، تمام كده؟ وتحديدا بقى عشان التراب وعشان كده، فتلاقي حتى دي بتتفرز بمقدار يا جماعة معين، زيادتها حالة مرضية بنروح بيها للدكتور أحيانا ويدينا نقط والكلام ده كله. آخر حاجة تأثير سلبي على الودان، احنا قلنا
زيادة الإصابة بالتهابات الودان أو الأذن، زيادة الإفرازات الشمعية، كمان علو مستوى الصوت بيكون خطر جدا على طبلة الأذن، لأن الأطفال ممكن يكونوا بيسمعوا بصوت عالي وانتوا مش عارفين إنه هو درجة الصوت عالية. هنطلع لفاصل.